قصة برضو في حياة أستاذنا الكبير أستاذ أسامة، قصة فيها تفاصيل كتير، انت حكيتي لي منها كتير بس انا عايزاكي انت تحكيها للمشاهدين. انت اتجوزتي استاذ اسامه انا وعكاش 6 سنين؟ 4 سنين. 4 سنين؟ اخر 4 سنين. اخر 4 سنين؟ اخر 4 سنين. وشايفه انها كانت تجربه عظيمه، ويمكن قبل ما نطلع على الهواء قلتي يعني انا ما اتجوزتش غير اسامه انا وعكاش. اسامه كان متفرد في كل حاجه، كان استثنائي بجد، كان انسان فوق الخيال زي ما الناس بتقول الانسانيه، هو يعني تتاخد منه الانسانيه. كان جميل ومتفرد في كل حاجه، محترم، راقي، رومانسي، شاعري، يعني اداني حاجات كتيره جدا انا بفتقدها لغايه دلوقتي. الاحتواء والحب والسند والظهر والحكمه. يعني في احداث كتيره جدا بتحصل في حياتنا، يعني بدايه من ايام الثوره ما حصلت، ساعات كتير اقول ايه لو كان اسامه عايش كنا سالنا وكنا عرفنا نعمل ايه واحنا فين واحنا يعني هو كانه هو دليلك في الحياه، كان موسوعه بالظبط كده. هو كان انسايكلوبيديا. انت حبيتي فيه اول ما شفتي، انت اكيد كنت عارفة في عملك سنتين، واضح سنتين، يعني ايه اكتر حاجه لفتت نظرك فيه بره ان هو متفرد في عالم الكتابه؟ احترام وعقله، كان يعني محترم جدا وعاقل جدا وراقي جدا جدا في تصرفاته. كان عنده مبادئ واخلاق، يعني كان دايما يقول انا قلمي عمره ما هيتكسر، طول ما انا عايش وفيا نفس عمر ما قلمي اتكسر. يعني انت حبيتي اسامه الراحل علشان خاطر ألمه ولا عشان هو رجل؟ عشان احترامه وعشان مبادئه. ما هو الرجوله ايه؟ الرجوله مبادئ. انا احب راجل لما دمه يبقى خفيف، انا احب الراجل لما يدلعني. لا هو انا طبعا انا لا كان مدلعني جدا، حد يقول لي كلمتين حلوين محدش شاف دلع يخليني احلم بيه وانا لا كان مدلعني فوق ما حد. بس انت كمان كنت بتدلعي، بس ما كانش بدايات ان انا حبيته عشان كان مدلعني، كانت العلاقه. فاكره لما قال لك سمعت الحوار في الاذاعه وانت قلت له ايه؟ رد بقى قولي انت قلت له ايه. كان بيعمل حوار في الاذاعه، فكان عيد الحب، فكان بيتكلم بحب وعارف الرومانسيه بتاعت اسامه. فما رجع بقى البيت فبيقول لي انت سمعتي الحديث؟ فقلت له لا. قال لي بس قلت له ما ركزتش قوي. قال لي ليه؟ قلت له عشان كنت عايزه ابوس صوتك. اتفضلي يا ست، اتفضلي يا ست. ده ما يردش على برضه سؤالي. اللي هو طبعا ايه اللي وصلك، ايه اللي وصلي لدرجه انك تقولي لرجل انا كنت عايزه ابوس صوتك؟ انسانيته كبيره قوي، انسانيته ورجولته واحتوائه واحترامه ورقي رومانسيته. يعني ما تحسي انت كنت يعني ايه الراجل الرومانسي؟ يعني ايه رومانسيته سامعني؟ يعني بيعمل ايه يعني؟ يعني كنت لازم اجيب لكم شعر، كنت لازم اكتب لكم اجيب لكم شعر هو كاتبه. على فكره الرومانسيه مش بالورد. طب ماشي بلاش تجيب لي ورد. طب ايه؟ حد قال لي بالالماس، قلت له لا ولا برد. معاملاته لما يعاملك بطريقه شيك وراقيه دي رومانسيه. اما يحبك يقول لك كلام حلو ويكتب لك شعر رومانسيه، لما يهدي لك كتاب من كتبه دي رومانسيه. لما انت قلت ان هو راجل يعلمك يعني ايه راجل ليكي مش راجل عليكي بالظبط كده، اللي هو ايه برضه؟ يعني دي جمله رائعه بس تفسير ليكي، يعني راجل في ظهرك، راجل سند ليكي، راجل بيحتويكي، راجل بيحترمك، عارف وجودك معناها ايه، مكبرك، حبك، مش لغيكي ومش عامل. يعني أسامة مثلا كان بيغير، بس غيرة الحب، الغيره الجميله، مش غيره يعني اشرح لنا يعني ايه هو في غيره غير الغيره؟ ايوه طبعا في راجل يغير منك. دي انا عارفاه. ما هو في راجل يغير منك، في راجل عايز يحس برجولته عليكي. مظبوط. يعني فاهمه قصدي؟ يعني في راجل غيرة الحب يعني يعمل ايه؟ لما بيغير بيجي يقول لي بتعرفي صغار؟ لا كانت واضحه اسامه كان واضح. يعني احنا كنا بنصور مثلا في المصرويه، فحد جاء من بره صحفي عشان يكلمني بتاع، فاسامه كان اتضايق، فقلت له ده صحفي جاي عشان ياخد حديث. لا
ما منفعش. انا قلت له ليه اسامه ما ينفعش، ما هو اي فنان كده. قال لي لا، في احترام للعمل، في احترام للشغل، في مش ما ينفعش حد يدخل من غير ما يستاذن، في مخرج موجود وفي مؤلف موجود، لازم يستاذنوا لنا الاول عشان يجي يعمل. انا فهمتها هي دي غيره. طب عبير هو كان شخص مش سهل مع الاخرين، كان طف يعني، كان راجل حاد حاد شويه في معاركه كمان، ومع ذلك انت بتقولي لي كان في منتهى الرومانسيه معاكي. ده كان حاد في الحق. يعني كان شخصية قوية. يعني مش سهل انه هو يعني فاهمة يعني، حد الاول لازم يقيمك قبل ما يبتدي يعلن انه هو صديق او انه هو يتقبل انه يتكلم معك. في البيت ازاي غيرتي الشخصية دي؟ يعني الشخصية دي بتطلع حاجة وتخش البيت عندك حاجة تانية ازاي؟ هو اسامة كان عصبي عكسي، انا هادية. أوكي. انا طبيعتي هادية. كان عصبي جدا، فكنت بمتص دايما عصبيته، يعني عكس ميرفت ما كان حاصل معايا. على فكره انا وميرفت عرفنا بعض بعد ما رحلوا الاثنين، وبقينا اصدقاء انا وهي. انا انبسطت جدا لما لقيتها موجوده معايا جدا، يعني بقينا نتكلم انا وهي على ذكرياتنا. استاذ سيد حجاب كتب اروع حاجات بتاعت هم.